اجل فيك. لا لا انا يوم السلام عليكم ورحمة الله. في تطبيق قناة سو تي في احنا اليوم كنتواصلوا مع ثلاثة أصدقاء باش نقول لكم واحد الحالة من واحد الإنسانة، واحد السيدة من السعدية اللي كبرت في الخير، راجلها كان من أغنياء ديال المنطقة، كان بزاف معروف، العائلة ديالو وكامل الكرم ديالو الجود ديالو، أخيرا مسكين منو مات، بقات من السعدية ولادها تزوجوا ما بقاتش تجلس معاهم في الدار لأنها نفسها خير، نفسها هي قاتها ما تزوجش. اليوم واحد السيدة من العائلة جات غير على غفلة باش تشوفها في رمضان، هي معها سيد الرحيم، فكتفاجأ يا تعودين اسنوقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت قريبه من المسيح؟ انا خالتي سعديه، راجلها كان الخال ديال الوالد ديالي الله يرحمه. وخويا ما كنسكنش انايا هنايا. البارح وقع مشكل لبنت ولدها مسكينه صغيره، حتى هي بنت صغيره في حاله صراحه، واحد الحاله ما تشوفش فيها. جيت عندهم مورا الفطور على اساس باش نشوفها، وكنلقى كنتفاجئ كنلقى الحاله ديال الدار والحاله ديال خالتي سعديه مسكينه اللي تبدلات كاغيمون على كيفاش كنعرفوها حنايا. السيده كان الخال ديال الوالد ديالي انا، كان من المقاومين من ايام الاستقلال، هو والجد ديالي الله يرحمه. السي راه كيعرفوه الناس في القيصريه بوزنيقه، كيعرفوه الكبير والصغير، ورجل طيب. وخالتي سعديه هي مرا مزيانه، خويا عندهم وليداتهم. خويا هاد الدار واحد الوقيته وقعوا فيها مشاكل، ما كانت ساكنه فيها هي، بقى فيها ولد بنتها. هاد الدار واحد الوقت اللي انا كنسمع، انا ما ساكنش هنايا، كنسمع ولات وكر لاي واحد كيدير شي حاجه خايبه، كيدير المخدرات، كيدير كيجي يجلس هنايا. حتى مسكينه ناضت هي ما عجبهاش الحال، مشات جابت رجال السلطه، جاوا داروا الخدمه ديالهم. المهم ما بقاش داك الشيء على ما كتعاود ليا هي البارح. كنجي كنقول لها خالتي سعديه اش هاد الحاله، واش مشي تسكني مع البنات ولا؟ قالت لك لا، انا ما البنات كل وحده وحياتها، كل وحده وليداتها. الانسان يلا مقدم على الوقت، ما يمكنش ليا انا نمشي ونبقى جالسه ديما. قالت لك انا في هاد البلاد كبرت، وانا في هاد البلاد كيعرفوني الناس وكيحنوا عليا الناس. صراحه الجيران الله يعمر لهم الدار، جينا عندهم البارح لقيناهم دايرين الواجب، جيب لها مسكينه الماكله وداك الشيء، ولكن داك الشيء راه ما كافيش. الانسان خاصو ام والعيش الكريم، حاشاك راه الطواليط ما عندهاش فين تمشي تقضي الحاجيات ديالها، اللي هي ابسط حاجه اللي كاينه هي الحاجيات، الطواليط ما عندهاش. خويا قالت لي مسكينه بنتي انا راه بالرات ديالها ما كنلقاش، والله الا مشيت البارح مرات ما نعسناش، وعيطنا لكم الله يرحم لكم الوالدين البيت والطلب ديالنا. وكما قلت لك اخويا قبيله راه بوزنيقه فيها حالات بزاف ديال الناس ما فحالهمش، والحاجه اللي فيها زوينه هي ان الناس كيتضامنوا مع بعضياتهم الناس. ولكن شحال قدك بحال انا، شحال قدك كتقول الله يعطيني منين نعطي؟ الانسان راه كتشوف، راه العين بصيره واليد قصيره، ما عندك اخويا كيفاش دير؟ حنا كنطلبوا من المحسنين ومن الجهات المسؤوله بعدا، الا شفتي الدار اي لا السقوط بعدا في اي لحظه تقدر طيح عليها. مسكينه ساكنه فيها هي وبنت ولدها اللي هي دريه صغيره، ما بغاتش تبان، كنحترموا الرغبه ديالها. اخويا حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، راه هي نتوما غتكلفوا غديروا اخويا النمره ديالها. كنطلبوا من المحسنين يشوفوا هذه الحاله، حيت اي واحد غايور واي واحد غادي يجي واخا غير براني ما غيكونش غايجيك، غتشوفوا في هذه الحاله هذه غادي يبقى فيك. حنا حتى حنا والدينا على قد الحال، ولكن الحمد لله كتقول الانسان راه عايش، ماشي توصل حتى لهذ الدرجه. السيده ما عندهاش مدخول، ما عندها منين تاكل وتشرب، بوطه ما عندهاش في الدار. وشفتوا كاين بيت كاين سداري ليها هي والبنت، كاين ما عن مجموعين ولادها، راه كل واحد داير حياته. حنا كنطلبوا من الناس اللي اموا تكون سيده شي حد يخلص لها الكرا، ولا المهم يشوفوا لها السكن. مسكينه قالت لك انا كون لقيتي بيت نجلس فيه ونصلي على راحتي. ايماجين قالت لي انا كنفيق في الفجر بنتي، كنسمع الفجر ولكن ما كنقدرش نوض، ما عنديش فين كنتوضى ونصلي، ما عنديش. بنادم وصل بينا حنا في القرن، حنا في القرن 21 في 2021 وبنادم ما لاقيش ابسط الحوايج ديال العيش الكريم اللي هي تجلس تدخل الطواليت تقضي الغرض ديالها. المهم كنطلبوا من المحسنين اللي شاف هاد السيده يعاونها، يتعاون مع الجيران، راه دايرين الله يعمر لهم الدار. صراحه لقيت البنات البارح جايبين ليها وحاطين، ولكن داكشي ما كافيش، داكشي ما كافيش اخويا. كنطلبوا الناس ولا الجهات المسؤوله ولا شي حد، هذه عواشر، هذه عواشر. اللي دار شي حاجه دار الخير ديروا مع الله سبحانه وتعالى، راه ما غيديروا مع حتى شي واحد. خويا حنا حيت بقات فينا هاد السيده علاش عيطنا لكم؟ ما كنقلبوا على حتى شي حاجه وما عندنا حتى شي هدف. كنشكروا الهام والعربي والسيد حتى هو معاهم، حيت اون فوا هضرت مع الهام، جات معايا الصديقه ديالي قلت لها اختي اجي نشوفوا السيده، قالت لي صافي نعيط على السيد، عيطنا لكم اخويا وجيتوا والله يرحم لكم الوالدين. وكنشكركم صراحه، كنشكركم. الناس كيقول لك شوف تي في شوف تي في، انا مع شوف تي في في هذه القضيه ديال بحال هذه الحالات، حيت كتبينهم كتخرجهم للوجود، للمغرب اللي كثر من 70% ديالو، انا كنقول كثر من 70%، ميم 90 90% ديال الناس اللي هما
عايشين هذه الحالات ديال الفقر، غير بنادم مسكين سد عليه بابه وما كيرضاش يمشي يخرج ويسعى ويقول عطيوني. المهم حنا معروف علينا شعب التضامن، حنا متضامنين كيبقى فيك انسان براني بلا ما تكون عائلتك. خويا كنطلب من محسنين عواشر هذه تعاونوا مع السيده هذه في سبيل الله، اللي قدر باش يعاونها. المهم نتوما راه غتكلفوا تحطوا الرقم ديالها خويا، والله يرحم لكم الوالدين. انا كون كنت مازال هنايا راه غتقدر، ولكن كما قلت لك العين البصيره واليد قصيره. الانسان كل واحد وحياته، كل واحد وعنده دي زونكاجمون ديالو. الله يكون في العون اخويا، وكنشكركم بزاف. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيكم. اه واخا.